اذا نحاولوا دابا نقلبوا على الممثلين ديال مهنيي النقل باش نفهموا شنو واقع بالضبط في هاد المحطه. كاين اخوان السلام عليكم، كاين شي واحد من الممثلين ديال النقاله؟ حيت انا اللي فهمت وعلى ما قال لي شي حد من الاداره ان الناس ديال المهنيين ديال النقل واقفين ما عجبهمش القرارات ديال السلطه. ورقه هذه ما معقماش، هذه الهيئات المهنيه الممثله لقطاع نقل المسافرين. لقد استبشر شحال من نقابه هنايا، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه نقابه. لقد شنو الملخص ديال هاد البلاغ؟ نهار 24 يعني نهار الاربعاء، استبشر المهنيون خيرا كباقي المواطنين باعاده الحياه الى كل القطاعات الوطنيه بعد التوقف الذي دام اكثر من ثلاثه اشهر بسبب جائحه كورونا، والتي استطاع مزيان فين وصلنا كباقي القطاعات التي سمح لها باعاده الاشتغال. لاجل ذلك فان المقاولات النقليه ستكون مجبره ومضطره لعدم الاشتغال، ليس باختيارها ولكن مكرهه، الى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصه يضمن اشتغالها في ظروف مقبوله. اذا ما كاين كيران. انت دابا بغيتي بالضبط ما هي المطالب؟ هذا ولكن ما يمكنش نقرا هذا الشيء انا كامل، شرحوا لي انتوما. عبد العال يا ودي غشرحوا لينا، مالكم اشرح لينا انت، بديتي معنا غادي تشرح لينا. اش دابا هذا واش اضراب غير في الدار البيضاء ولا في المغرب كامل بعدا؟ لا في المغرب كامل. في المغرب كامل؟ كاين شي نقاط اللي فرضوها عليهم وما متحملينهاش النقاله ديال النقل. من بينها مثلا على سبيل المثال دفتر التحملات. كيفاش دفتر التحملات ديال هذه المرحله هذه؟ شنو؟ دفتر التحملات شي شروط فرضها الوزاره الوصيه على القطاع. واللي ماشي في صالح المقاول. لا غير واش هاد دفتر التحملات ديال دائما ولا غير ديال هاد الايام ديال رفع الحجر الصحي؟ لا كاين شي بنود فيه اللي غتكون ساريه المفعول على، وكاين شي حوايج اللي عفى الظرفيه ديال كوفيد 19. وشنو اللي مرتبط بدابا؟ هاد الظرفيه ديال كوفيد؟ انا ما عرفتش بالضبط التعقيم ياك. التعقيم واش الباترون هو اللي غيديرو او لا الشركه اللي فارضه؟ الباترون هو اللي غيديرو. لا حيت سمعت انا قال لك التعقيم غيكون سمو الشركات اللي غيدخلوا شي، ولكن تعقم الفار انت قالك الفار تعقم الفار جوج مرات. ولكن الشركه اللي غتعقم لك اي وتخلص انت. انت سمع ماشي في صالحها، ماشي في صالحها. من بين شروط اخرى وهي العدد ديال الركاب. شحال داروا معكم؟ 25 بلاصه. 25 بلاصه في الكار. يعني 50% الكار فيه 50، وكاين شي حافلات اخرى من هذه المتطوره كاين فيها شي 58 بلاصه. تكون زياده يعني خصك 50% ديال الطاقه الاستيعابيه. الثمن ما يتزادش. الثمن ما يتزادش. هادشي بان لكم فيه الخساره ولا شنو؟ لا فيه ماشي على خساره، راه فوت الخساره السير دوار. 25 بلاصه ما تدخلش عدد 25 بلاصه شحال غادي الثمن ديالها؟ راه ما كيفلاش بالنسبه للسعر ديال المازوت. ونعطيك على سبيل المثال الضرب ذا كادير كتطلب واحد 3000 درهم ديال الكونسوماسيون ديال المازوت. 3000 درهم ديال المازوت. هذا الكار اللي نفرين مشى بها 25 بلاصه، مشى بها عابر وجا بها عابر، اللي نفرين جا 5000 درهم عنده فيها 500 درهم ديال الطريق السيارة. زيد هاد 3000 درهم ديال المازوت ما كافياش. هاد لا روسيت ديال الكار كامله فيها 5000 درهم، عاد خلي مصاريف اخرى اللي ما بيناش. لوطوروت هي راه داخله عاد 500 درهم، مصاريف اخرى ما بيناش. اذا هاد صاحب الناقله انت غير خدمه. ما يمكنش. عاد راه الشيفور ورا الكريسول سواز ديال الشيفور وديال الكريسول، وهي اللي كانت 25 بلاصه ديريكت راه مزيانه، غير ما يدخل شي معطرات، معطرات راه يدخل المعطر كيعاود يخسر ثاني اليوم. هما تفاوضوا معاكم حتى حاجه؟ هضر مع واحد في بلاتي الا كنت السير دوالي واحد شرط اخر، وهو كل مسافر الى قطعتي ليه تيخصك تاخذ المعلومات ديالو الكافيه بما فيها رقم الهاتف. اييه وفي المشكل في هذه وهذه الاشياء كتعلق بالسلطه. واش انت كمواطن عادي بحالي بحالك غنطلب منك البطاقه الوطنيه وناخذ المعلومات؟ نقدر نقول لك ماشي شغلك. فوالا لا راه كيفاش الشريف ملي غادا تجي عندك مرا
غادي تقول لها واش عطيني النمره ديالك غدور فيك هي راه اوبليج خصك تقيدها ولكن هما من الناس ما غاداش تفهم بان راه خصك تقيدها ملي غتقول المراه ارى لي النمره راه غادا تولي شي حاجه انسان النيه ديال كله النيه ديالو شنو هي هي واحد النقطه بحال هذه ديال لي فواياجور خاص يكون بيرو ميم التيكيت يكون شاد النمره ديال التليفون من البيرو باش حتى فين تهضر على البيرو اما الا جا كريسون ولا شي فور قال النمره للمراه غنولو فاسين وجين معاها تقدر تشدفك تعضفك تقدر يكون راجل ديالين لك قالب ومنتقموا منك غيوليو بزاف دحوال كيما ديك النمره اللي خرجت ديال السوسار سير نومبر كدا بداو يعيطوا عباد الله للمراقبه على والو يخرجوهم ونفس المشكله يوقع غير انا سائق حافله كنا واقفين ودابا شي فورات الزلماء صحابي اللي كاينين دابا حالا في المغرب كامل المغرب كامل شي فورات بحالنا حنا راه تيتسناو امتى يداروا مع النقاله حل باش حتى الشيفورات والكريسونات تما يخدموا راه تيتسناو وليداتهم خصهم يديروا بركم على النقاله ويديروا معاهم حل على هذا كوفيد 19 لان حنا راه العالم كله كامل تهرس ولكن ملي جاو النقاله تاهما راه عندهم مسؤوليه عندهم كرا عندهم لاسورانس عندهم مازوت عندهم لا تحسب لي بغاو يديروا النقاله انا عسائق ولكن تنهضر النيابه انت ناكل معاهم الخبز اول حاجه 25 بلاصه مزيانه ويديروا معاهم ثمن في الطريفه ديال الناس ويدعموهم في المازور ويدعموهم في الضريبه وفي لاسورانس وحتى في البياج هادو هما الشروط هادو هما قالوا لهم 25 خاصهم يبركوا مع النقاله حنا راه شي فورات باغي نخدموا حتى حنا راه باغيين حتى حنا الوريقات باغيين كل شيء ولكن يبركوا معاهم تما في الطابله يدعموهم في هذا الشيء اللي قلت لك حتى من البياج يدعم فيه المهني الكار يدعم بوحده ما تنهضرش انا على الطوموبيلات الطاكسيات ولا الكاميوات الا الحافلات النقل هما اللي تنهضر انا والنيابه على هذه النقاله حيت ناكل معهم الخبز المهم اللي غايديروا لي ما تشي حنا راه غايديروا لنا وريقاتنا ويديروا لنا كل شيء وحتى حنا باغيين نمشيو حتى حنا معززين مكرمين دابا راه الشيفور راه كان يوقف برا مشيتي على شي بلاصه موقع لك شي شيفور وشي الله يعاون ما يحسبوكش انا 34 عام بالبلديه هما كاع تيعرفوني الناس واللي غايشوفوني تا هما راه تيعرفوني ما نافق ما والو وشكرا